الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبا القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين. ما خاب ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. عنوان البحث كان ولا يزال عبارة عن وقفة مع بعض مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى بنا البحث إلى بيان مقامين من أهم المقامات لهم بأبيهم وأمي، وفي هذه المحاضرة نتحدث عن المقام الثالث من هذه المقامات، ألا وهو عبارة عن مقام التوسل والاستغاثة بهم. والبحث العلمي يقتضي أن يكون الكلام عن هذا المقام في عديد من المحاور، أذكرها متوالية بعد الصلاة عالية على محمد وآل محمد. المحور الأول: هل يصح الطلب المباشر من المعصوم أم لا؟ قبل لا أجاوب على هذا السؤال، الكل واضح إلي على أنه موضوع التوسل، موضوع الاستغاثة بأهل البيت، من المواضيع التي أشبعها العلماء بحثاً تحقيقاً تدقيقاً، لكن إحنا إنما نذكر بعض المحاور في هذا الموضوع لكثرة الأسئلة المثارة حول هذه التساؤلات أو حول هذه المحاور. المحور الأول: هل يصح الطلب المباشر من المعصوم أم لا؟ أو قل: ما هي كيفية الاستغاثة بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الجواب: هناك أسلوبان. الأسلوب الأول الطلب الغير مباشر من المعصوم، بمعنى أن يجي الإنسان يخاطب المعصوم يقول: اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اقضي حاجتي، ادخل المعصوم واسطة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما تطلب من المعصوم طلب مباشر. الأسلوب الثاني عبارة عن الطلب المباشر، أن تجي للمعصوم بدءا بالنبي وتطلب من عنده مباشرة حاجتك، تقول له: يا رسول الله اقض لي حاجتي، يا موسى بن جعفر اشف لي مريضي. هذان أسلوبان في كيفية التوسل والاستغاثة بأهل البيت، لكن يا ترى أي الأسلوبين هو الصحيح؟ هناك رأيان. الرأي الأول يقول أنه لا يصح الطلب المباشر من المعصومين. أنت ما إلك حق تجي للمعصوم، للإمام الكاظم، للإمام الجواد، وتطلب من عندهم حاجتك بالمباشرة.
أصحاب هذا الرأي لما تسألهم ليش ما يصح الطلب المباشر من المعصوم، يقولون لأن إذا طلبنا من المعصوم معناه المعصوم إلى قدرة، وصريح القرآن تنفي القدرة عن المعصوم. أي مكان بالقرآن القضية من تفي قضية القدرة عن المعصومين؟ قال سيد المعصومين النبي وصريح القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا سيد المعصومين وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عن نفسه أنه ما يملك الضر والنفع، فشلون تطلب من عدة طلب مباشر على أنه ينفعك؟ بهالدليل اللي اعتمدوا به على ظواهر بعض الآيات نفوا صحة الطلب المباشر من المعصوم. أو إحنا نجاوب هالمجموعة هاي، نقلهم هاي الآية عليكم ما هي إلكم، أنتم اجيتوا خذيتوا مقطع من الآية اللي ينفعكم ويعمد رأيكم ويسند دليلكم، اجيتوا إلى الآية وقطعتوها، قلت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا، تتمت الآية شنهي؟ تتمت الآية إلا ما شاء الله. فالآية فيها جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. لا أملك هذا سلب، إلا ما شاء الله هذا الإثبات. إحنا هم دعوانا أنه الله تبارك وتعالى شاء لرسول الله وشاء للمعصومين أن تكون لهم هذه القدرة. الجانب السلبي المنتفي بالآية أن النبي ما يقدر يضر وينفع استقلالا من دون إرادة الله. الجانب الإيجابي بيان هاي الحقيقة عن على أن النبي يضر وينفع إذا شاء الله تبارك وتعالى. إذن الدليل ما هو بصالحكم أنتم أتبع هذا الرأي، وإنما عليكم وليس لكم. الرأي الثاني لشريحة كبيرة من أتباع مدرسة أهل البيت ونحن معهم، هالمجموعة هاي يقولون التوسل بأهل البيت له أسلوبان وكلاهما صحيحان. الأسلوب الأول الطلب بواسطة، والأسلوب الثاني الطلب بالمباشرة. أجل الإمام موسى بن جعفر أقول له يا موسى بن جعفر كن شفيعا لي بيني وبين الله أن يقضي حاجتي. الأسلوب الثاني لا، أطلب من عد الإمام بالمباشرة يا موسى بن جعفر أريدك تقضي لي الحاجة الفلانية. أو كل الأسلوبين صحيحان. تسألني شنه الدليل على أنه يصح الطلب المباشر من المعصوم؟ المعصوم عنده القدرة على أنه يعطيك حاجتك بالمباشرة؟ الجواب نعم. الروايات الواردة في البين، هذا الدعاء الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف المسمى بدعاء الفرج، الإمام الحجة بعض الأدعية واردة عنه صلوات الله وسلامه عليه، مثلا دعاء الافتتاح اللي ينقر في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك إلى آخر هذا الدعاء. السند لهذا الدعاء ينتهي إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كذلك دعاء الفرج المرحوم الشيخ الكفعمي في المصباح، وكذلك في البلد الأمين بهذن الكتابين، السيد بن طاووس المرحوم الشيخ القم في مفاتيح الجنان يذكر دعاء الفرج على أن الإمام الحجة بأبيه وأمي علمه لبعض المسجونين فأطلق سراحه وهو بالسجن، قال له اقرأ الدعاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك وعليك المعول في الشدة والرخاء، إلى أن تقول عن لسان المعصوم تقول يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، أكفياني فإنكما كافيان. قاعد تطلب من عندهم بالمباشرة، أنتوا بأبي أنتم وأمي، أكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان. تالي توجه الخطاب أيضا للإمام وتطلب من عدة المباشرة الغوث الغوث الغوث. الطلب إذن يصح مباشرة من المعصوم، والدليل عليه ما ورد في الروايات. تقل للمعصوم عدة قدرة؟ أقول لك نعم عدة قدرة. ليش ما عدة قدرة؟ اسمع هاي الرواية الصحيحة. يوم من الأيام يدخل أبو بصير الأزدي رضوان الله تعالى عليه، وأبو بصير من النجباء الأربعة الأوتاد الأربعة اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بشروا المخبتين بالجنة، وواحد من هذول الأربعة المخبتين أبو بصير الأزدي. أبو بصير وبريد العجلي، محمد ابن مسلم، زرارة ابن أعين، هذول الأعظم الأربعة من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق. التعبير عنهم عن لسان الإمام أوتاد الأرض وأمناء الله على حلاله وحرامه. هذا أبو بصير يدخل على الإمام الصادق وهو ضرير أعمى، قال له يا ابن رسول الله أنتم ورثت جدكم النبي؟ قال له نعم. وجدكم النبي وارث الأنبياء؟ قال بلى. شوف تقرير الفقيه، هذا ما هو إنسان عادي قاعد يتكلم ويا الإمام، فقيه مثلا السيد الخوئي بزمانه وقاعد يسأل الإمام عليه السلام. زين إذا أنتوا ورثة النبي وجدكم النبي وارث الأنبياء، إذا إش ما عد الأنبياء من معاجز عدجتكم، وإش ما عدجتكم من المعاجز عدكم؟ قال له نعم. فقال يا ابن رسول الله واحد من الأنبياء كان يحيي الموتى، عيسى، يبرئ الأكمه والأبرص، أنتوا هم عندكم هاي القدرة أن تبرئوا الأكمه والأبرص، تحيون الموتى؟ فقال الإمام عليه السلام نعم. وليش نجربها ويا غيرك نجربها وياك؟ أبو بصير يم الإمام، فأخذ الإمام عليه السلام يده ومسح بها على عيني أبي بصير، فصار يبصر من حوله وما حوله. شاف السماء، شاف الأرض، شاف الحجر، شاف الشجر. الإمام الصادق قال لأبا بصير تحب تبقى بهالشكل؟ لك ما للناس وعليك ما عليهم. تحب ترجع على حالتك الأولية ولك الجنة خالصة؟ قال له لا يا ابن رسول الله، رجعني على حالتي وإلى الجنة خالصة. تقول الرواية مسح الإمام مرة أخرى بيده المباركة على عيني أبي بصير فعادتا كما كانتا. عدة قدرة؟ إيه نعم عدة قدرة. إذن لما كانت عنده القدرة إذن يصح الطلب المباشر من صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا تلخص أن منهج التوسل، منهج الاستغاثة والطلب بأهل البيت له أسلوبان، الأسلوب المباشر أولا والأسلوب الغير مباشر ثانيا، ونحن نعتقد أن كلا الأسلوبين صحيحان. المحور الثاني، لرب سائل يسأل
إذا يصح الطلب المباشر من المعصوم بحياته، هل يصح أن يكون الطلب المباشر من المعصوم بعد وفاته وشهادته؟ الآن لو الإمام الحجة واحد يلتقي به، خو يصح له يطلب من عده مباشرة، لأنه هو القادر على إعطاء الحوائج. لكن قبر الإمام موسى الكاظم، الإمام الجواد، بقية الأئمة بأبيهم وأمي، بعد وفاتهم شلون؟ هل يصح الطلب المباشر منهم بعد وفاتهم؟ الجواب إيجاب، نعم. شنو الدليل؟ الدليل التفت له يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن مصدر الأفعال الصادرة من الإنسان هي نفس الإنسان، حركاتك، سكناتك، قيامك، قعودك، أكلك، شربك، هذن اللي تفعلهن بظاهر جسدك، المصدر الأصل المحرك لهن هي النفس. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه شلون اقتلعت باب خيبر، باب خيبر اللي يحتاج ل44 شخص يفكون طلقة من طلقاته، انت اجيت بهزة ايد فتحت هذا الباب؟ قالوا له يا علي كيف فتحت باب خيبر؟ فقال عليه السلام ما فتحته بقوة جسدانية، وإنما فتحته بقوة ملكوتية وبنفس بنور ربها مضية. عبد الباقي العمري صاحب العينية الرائعة، هاي العينية كانت مكتوبة سابقا على جدران العتبة العلوية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب المولى يقول له أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، وأنت أنت الذي لله ما وصلا، وأنت أنت الذي لله ما قطعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا. وهذا البيت لعله بيت القصيد في القصيدة، اللي اجوا للدنيا وطلعوا كل واحد خذاله وصف، واحد قالوا عنه عالم، الثاني حكيم، الثالث شجاع، الرابع كريم، لكن شخص واحد يصير مجمع كل الكمالات، ذاك الإنسان ما هو إلا أنت يا ابن أبي طالب. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى العرش لانقلعا. ذاك اليوم المول 44 شيف إذا السموا الأرض ينطبقا يردن يثبتا باب خيبر من بعد هزة أمير المؤمنين إليه، لما قدر هذن الأمور يثبتا الباب بعد إرادة أمير المؤمنين فتح هذا الباب. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى العرش لانقلع. إذن الإمام سلام الله عليه يقول أنا فتحت الباب مو بقوة جسدانية، قوة ملكوتية وبنفس بنور ربها مضية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هاي النفس اللي هي مصدر الأفعال عند الإنسان، هل يعتريها الفناء بعد الموت أم أنها تبقى كما كانت قبل الموت؟ الجواب الموت يرتبط بالجسد،
وأما النفس الإنسانية فلا يعتريها الفناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. بساعة الموت الله جل وعلا ياخذ شيء من الإنسان وافيا كافيا ورايح يرجع إلى من دون زيادة ونقصان. شنه اللي نأخذ من الإنسان؟ طبعا مو الجسد، لأن الجسد احنا نشوفه ينذب بالتراب وتعبث به الديدان، وتعالي لهذا الجسد من بعد فترة من الفترات لو تكشف عن هاي المقابر تشوف هاي الوجوه الناعمة، هالبسمات السحارة كلها تلاشت في هذه المقابر. يا صاح يا صاح، هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب بازدياد. الجسد يروح لكن الروح تبقى، النفس ما يعتريها فناء. وهاي عقيدة كل المليين، المليين يعني أهل الملل. يريد يصير شيعي، يريد يصير سني، يريد يصير سلفي، يريد يصير وهابي، يريد يصير يهودي، يريد يصير مسيحي، الروح ما يعتريها الفناء. عد كل الأديان ينضمن هذن المقدمتين بعضهن للبعض. مصدر الأفعال نفس الإنسان، والنفس ما يعتريها الفناء. فمثل ما أنت بحياة الأئمة تطلب من عدهم مباشرة، بعد وفاتهم أيضا يصح الطلب منهم مباشرة. شنو الفرق؟ مثل ما الآن لو أرى الإمام عليه السلام الحجة بأبيه وأمي أطلب من عدة الطلب المباشر، كذلك أطلب بالمباشرة منين؟ من موسى بن جعفر، من الإمام باب المراد محمد بن علي الجواد بأبيهما وأمي. المشكلة الموجودة بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين بعض الأتباع أيضا وبقية المذاهب بهل الأمر هذا ولا غير، أن إحنا نعتقد بالنسبة إلى أهل البيت موتتهم ما هي موتة همود وركود مثل ما يعتقدها ذاك السلفي عصاي تبيده، ويقولهم عصاي هذه أفضل من محمد لأن محمد لا يضر ولا ينفع، لكن العصا هاي تضر وتنفع اللي بيدي. نفسهم أهما لما يجون إلى النبي يقول لك النبي ضر وينفع ويتبرك به ويتوسل به، لكن الحد وين؟ الحد الحياة، الحد ما دام هو حي، لكن بعد الممات الأمر ينتهي. شنو الفرق بين حياتهم ومماتهم؟ شنو الفرق؟ القرآن يتحدث عن الشهيد، يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما هم أموات، أنا شفتهم موتا، جابوا جنائزهم، صلينا عليهم، دفناهم، ومع ذلك القرآن يقول لا، ما هم موتا، أحياء عند ربهم يرزقون. بمن أحياء عند ربهم يرزقون؟ بأجسادهم، الجسد راح. ثم إذا القرآن يقول الشهيد حي، أيهما أعظم، الشهيد أعظم أم المعصوم؟ الشهيد أعصم أعظم أم النبي؟ الشهيد أعظم أم الإمام موسى بن جعفر؟ فما لكم كيف تحكمون وإلى أين تذهبون؟ وين؟ وين هذا الحكي يوصلكم؟ تقولون يتبرك بالنبي يوم اللي هو عدل، أو أخذ اللي انكتب في سيرة النبي الأعظم وشوف القصص اللي ذكروها، وإحنا وياهم بهاي القصص
ينقل المؤلف والمخالف عن القضايا اللي كانوا المسلمون يتبركون بواسطة النبي بأبي هو وأمي. في واقعة الأحزاب المعروفة بالخندق، يوم اللي تحزبوا العرب ضد النبي، النبي استشار أصحابه، الجماعة جايين، ما هو ألف، ما هو ألفين، 3000 شخص، ماذا تقولون؟ بماذا تشيرون؟ قام لسلمان قال له: يا رسول الله، احنا عندنا العجم بمثل هالحالات نسوي لنا خندق دائر مدار بلدنا، وهذا اللي انا اشوره عليك. النبي طلب من المسلمين من بعد ما استحسنوا الشور ان يحفرون الخندق، كل واحد مسحاته بيده ويحفر، مو يوم ويومين وعشرة وعشرين، طول هذا الحفر في بعض الروايات أكثر من 30 يوم والجماعة يحفرون. البعض من عندهم يتعب، بمجرد أن يتعب النبي يجي ياخذ المسحات بيده المباركة وينزل يحفر. نزلت الآية الكريمة: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنتم إذا تعبتوا خلوا النبي أسوتكم قدوتكم. البعض من عندهم كان ياكل التمرة ثم يرمي النواة، يعيد إلها من بعد ما يجوع فيمتص تلك النواة التي لفظها. شت حملوا أولئك الأوائل حد ما وصلوا للدين وإلك. الآن إحنا شوف شلون وضعنا وهم شلون كانوا. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: أنا عد ببيتي حمل، حمل يعني طلي صغير، ابن النعجة الحس 6 أشهر يسمى حمل. قلت لزوجتي: إحنا هذا شل مخلين الحمل ببيتنا إلمن؟ خليني أدعي النبي. قلت لي: خذ راحتك، البيت بيتك. اجيت إلى النبي: يا رسول الله، أنا أريد أن أدعيك، تقبل الدعوة؟ قال: ولم لا، إذا دعيتم فاستجيبوا. قال له: إذن غدات غد، غداك عدنا. اتفقنا اتفقنا. طلع جابر يقول: خبريت زوجتي، صار يوم غد صليت صلاة الظهر خلف النبي. اجيت للنبي قلت له: يا رسول الله، إن شاء الله الوعد من تناسي؟ قال لي: لا ماني ناسي. ثم قام خطيبا بين أصحابه، 300 شخص يصلون وراء النبي. قال لهم النبي: من أحب أن يطعم في هذا اليوم فليأتي معي إلى بيت جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: تعجبت أنا من مقولة النبي، زين إحنا الغدا بس للنبي وهذا الحمل إذا ازدادوا عليه الأكال 4 نفرات يكفيهم، خصوصا بذاك اليوم، مو بهذا وضعنا إحنا الآن، السكري والضغط وإلى آخره، شوف أنواع الأطعمة يمه لكن بس يعاين لها، ما يقدر يتقربها، ما يقدر يدناها. فهل خطى النبي؟ أعوذ بالله، نسى؟ معاذ الله. كملت الصلاة وراه وطلعت، اجيت طرقت الباب على زوجتي، طلعت شافتني مضطرب: صاير عليك جابر؟ قلت لها: خايبا فضحنا، احنا رحنا خير، ايش صار؟ قال لها: انا دعيت النبي، قلت افرض مثلا يجي النبي شخص واحد اثنين، مو كلها دعاها النبي، خلي عنك الاكل، المكان اللي يجمع هذا العدد وين؟ تصور مثلا فرد 300 شخص يتجهون الى مكان واحد، فد مسيرة هاي تطلع. لكن رب امرأة اعقل من رجل، كم مرة بمرة يساون مو زلمة واحد، ساون 1000 زلمة وزلمة. المتنبي يقول: فلو ان النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال،
وأعظم من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثالي. قالت لجابر: أسألك أنت دعيتهم أو النبي دعاهم؟ قلت لها: لا والله النبي دعاهم. قالت لي: اخذ راحتك، إذا النبي دعاهم، النبي إحنا نعتقد أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حتما درى شيء، درى أن الطعام يكفي اللي دعا هذا العدد. يقولوا أنا زوجتي نتناقش وإذا بالباب يطرق. اطلع شفت النبي بالباب. ها جابر، شنو الطعام؟ قلت له: فداك جابر، عندنا ثريد، عندنا خبزات كذا إلك مسوينهن. قال: قل لعيالك تسكب الطعام ولا تحسبوه، لا تحسب كم خبزة، كم مثلا ايش قد من المرق قاعدة تخلي عليه من على هالخبزات. قلت لزوجتي سوت ثريد، شالت المرقات خلتهن على الخبزات، واجى النبي بأبي وأمي وضع يده على الطعام ثم رفعها، قال لي: يا جابر قل للجماعة خلي يدخلون، ايش قد ما يسع المكان، أربع نفرات يسع، خلي يدخلون الأربعة. يقول جابر: دخلت الوجبة الأولى وأنا عيوني علي من على الطعام، قلت هذولي هسه ولا يبقون منا شيء، كلوا شفت ما نقص. اجت الوجبة الثانية، الوجبة الثالثة، كملوا الثلاثمية. اجى النبي أكل، أنا وزوجتي أكلنا، فوالله لم ينقص منه شيء ببركة يد رسول الله محمد. هذا متى؟ هذا في حياته. يقول لك بحياته شو ما تقول، قول بركة موجودة، وسيلة موجودة، تتوسل بي، تتشفع بي، لكن بمجرد الموت ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء. أو إحنا نقول لهم: لا، ما ينتهي كما تدعون، وإنما النبي والولي العظمة القدرة الموجودة عندهم قبل الوفاة هي بعينها، إن لم تكن أكثر، موجودة عندهم بعد الوفاة أيضا وبعد الشهادة. هسه إذا الإنسان عرف هذا، خلاص أنت من بعدها تدخل على الإمام عليه السلام تطلب من عنده بالمباشرة: يا باب المراد، يا محمد بن علي الجواد، سيدي يا موسى بن جعفر، هذول أتباعكم، هذول محبيكم، أو إحنا وياهم وغيرنا مثلنا أصحاب حوائج، ونطلب هاي الحوائج وقضاءها منكم، أنتوا سادة الكرم، قادة الأمم، بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. زر الجوادين اللذين هما ما برحا للجود بابين، ما خاب من يرجو جوادا فهل يخيب من يرجو جوادين؟ لا والله ما يخيب الذي يرجو جوادا واحدا. فما ظنك ونحن في جوار الإمامين الجوادين بأبيهما وأمي؟ ورحمة الله على المرحوم الأعرجي: لذ لذ اندهتك الرزايا، والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. خلي هذول اللي يلوموننا، مو شيء عجيب لومهم وتكفيرهم، إنما هو أمر حادث. ذاك الكميت الأسدي بزمن الإمام الباقر لما ينظم هاشمية المعروفة القصيدة البائية الرائعة، يقول: فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، يشيرون بالأيدي إلي، عين هنا الإيدي. يقول: أنا الكميت الأسدي إذا دخلت فرد مكان مجمع ناس حضار، واحد يقول للثاني:
عاين شوفه هذا الرافضي، هذا الكافر، هذا المشرك، هذا المحب لعلي وآل علي، فطائفة قد كفرتني بحبهم وطائفة قالوا مسيء ومذنب يشيرون بالأيدي إلي، وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيبوا، وقالوا ترابي هواه وإنني بذلك أدعى بينهم وألقب، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. مجنون ليلى يوم اللي جون في حبها قام يجي خلف المكان اللي هي بيه، البلد اللي جالسه بي ليلى، ياخذ تراب ذاك البلد ثم يشم التراب، يضع التراب على عينيه. قال له مجنون ايش صار بيك؟ انت رجل وعار عليك، منو يقول لك الان ليلى ترى ما تفعل انت؟ وهي مو بهذا المكان. يرد عليهم يقول لهم لا تقل دارها بشرقي نجد، كل نجد للعامرية دار، فلها منزل على كل أرض وعلى كل دمنة آثار. كل مكان إذا ارتبط بليلى أنا أحب ذاك المكان، أو إحنا أيضا نقول كل مكان اللي يرتبط بمحمد وآل محمد نحن نقدس ذلك المقام لأجل محمد وآل محمد. لكن أسفي لا إحنا عرفناهم ولا غيرنا أيضا عرف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المرحوم الحجاج أو الحسين بن الحجاج النيلي هذا هنا اندفن، صاحب الفائية المعروفة، وصى قال لهم اكتبوا على القبر مالي وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ودفنوني بالعتبة الكاظمية عند رجلي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يوم اللي رادوا يخلون القبة البيضاء بزمن الدولة البويهية على ضريح الإمام أمير المؤمنين أقاموا احتفالاً حاشداً وحضروا به الأمراء والزعماء والعلماء والشعراء، الشريف المرتضى حاضر، وقام الحسين بن الحجاج النيلي يقرأ القصيدة الفائية يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. ذاك اليوم القبة بيضة كانت لكن اليوم القبة صفرة، انت قول يا صاحب القبة الصفرة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي فإنكم تحظون بالأجر أو تحظون بالأجر والإقبال والزلف إذا وصلت فأحرم قبل مدخله ملبيا واسع سعيا حوله وطفي وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، وإن أسماءك العظمى إذا تليت على مريض شفي من سقمه الدنف. اسمك أنت يا أمير المؤمنين إذا ينذكر على مريض رايح ذاك المريض يشفى ببركة ذكر اسم علي بن أبي طالب. هذا فقط يرتبط بهم؟ لا والله، كل من يرتبط إلى أهل البيت هو هذا، من أمير المؤمنين إلى الإمامين الجوادين اللي أنا وأنت بجوارهم، إلى العقيلة زينب، إلى الطفلة التي ماتت على رأس أبيها وهي السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. في الشام في مثوى يزيد مرقد
ينبيك كيف دم الشهادة يخلد. رقدت به بنت الحسين فأصبحت حتى حجارة ركنه تتوقد. سيظل ذكرك يا رقي خالدا للظالمين مدى الزمان يهدد. هاي الطفلة اللي ينص المؤرخون أنها كانت أشبه الناس بجدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الحسين عند ابن علي الأكبر أشبه الناس بجده النبي خلقا وخلقا ومنطقة، وأشبه الناس بأمه الزهراء. هالطفلة هاي المدللة بياه سيدنا ومولانا أبي عبد الله، يصير وقت الصلاة تجي تفرش السجادة لوالدها الحسين. وحتى الأيام اللي كانت في كربلاء يوم العاشر من ودع الحسين العيال، هذا الوداع الثاني، أراد أن يودع طفلته، هي فرت، صاحلها الحسين بنية رقية ليش ما تقبلين أودعك؟ قالت له أبتاه لقد ودعني قبلك عمي أبو الفضل العباس ولكن لم يعد إلي، لقد ودعني أخي علي الأكبر فلم يعد، ودعني ابن عمي القاسم ولم يعد، أخافا أودعك أنت أبويا وأنت هم ترجع إلي. ضمها الحسين إلى نفسه، قبلها، صبرها، وصى بها، ثم ركب جواده ردو وعياله من العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطة قاما يحوما، تطيح عليه وحدتهن وتعثر، إلى أن رجع المن إلى الميدان. تقول الرواية برجوع الحسين وإذا به يسمع صوتا، أبا حسين قفلي هنيئة، عاين وإذا بها رقية، بنية ماذا تريدين؟ قالت لأبويا انزل من على ظهر جوادك، نزل. والآن ماذا تريدين؟ أبتاه ضعني في حجرك، وضعها الحسين في حجره. والآن ماذا تريدين؟ قالت له أب امسح بيدك على رأسي. صار الحسين يمسح بيده على رأس هذه الطفلة، وأرجعها إلى عمتها الحوراء زينب. وجرى الذي جرى يوم عاشوراء، ليلة 11 قامت الطفلة تسأل عمتها زينب: عم أين أبي الحسين؟ زينب تستخدم التورية وبعض التورية تسلية: بني إن أباك في سفر بعيد. إلى أن دخلوا إلى الشام، في الشام ليلة من الليالي، وإذا بالطفلة ترى أباها الحسين في عالم الرؤيا. انتبهت فزعة مرعوبة باكية، اجتها عمتها الحوراء زينب: بني ماذا دهاكي؟ قالت لها: عم خلص لا تقولين أبوي مسافر، الآن كنت في حجر والدي الحسين. بكت لبكائها زينب قعدا بقية النسوة، شاركنها بالنياح والصراخ، ارتفعت الأصوات إلى مسامع الطاغي يزيد بن معاوية: ما الخبر؟ قالوا له: يتيمة الحسين تريد رأس أبيها الحسين. قال: احملوا إليها رأس والدها. وضعوا رأس المولى في طشة غطوه بمنديل، وجابوا المن إلى الخرب، جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنب ليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموشة جاويد. انت تصور حالة بعض هاي عوائل الشهداء، خصوصا بهالليالي القريبة او المقبلة الى العيد، يظل الطفل يسأل امه: امه اين والدي، اين ابي؟ المرأة ماذا يكون جوابها الى اولادها؟ جابوا الطشت، خلت الحوراء زينب امام عين الطفلة، تصورت جايبي لها طعام وشراب يردون يهدئوها. قالت لها: عم انا لا اريد طعاما ولا شرابا. التفتت إليها زينب: عم هذا ما هو طعام ولا شراب. كشفت المنديل وإذا بالطفلة ترى رأس والدها، هوت على رأس أبيها: أبا 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 من الذي قطع الرأس الشريف؟
أبا من الذي خضب الشيب العفيف، أبا من الذي أيتمني على صغر سني، بويا ما قلت بت تضيع بعدي، يا هبتي ويا نجم سعدي، يا بويا من قطع راسك بسيفه ومن هبر عظامك واخذ حيفه، يا بويا الجيش سلبنا على كيفه وسط عداك بمتوني توسم، دفعة واحدة انقطع صوت الطفل على رأس والدها، صاح الإمام زين العابدين عم زينب قومي وجدد العزاء، قالت له بمن يا ابن أخي مو إحنا الآن بعزاء؟ قال لا يا عم فلقد ماتت أختي على رأس والدي. اجت زينب حركت الطفلة وإذا بها ميتة على رأس أبيها، أخذت تعاتب أخاها تقل لأخويا تراني تحيرت والله بناتك بناتك ذكرا رباك وفاجداتك، خويا خويا ولو عن قلب خواتك. اجت زينب المن الى قبر الحسين، قالت لاخويا ابو علي انت وصيتني بحفظ العليل والعيال، لكن انا اعتذر عن امر واحد، يا ابو السجاد زاد الهم علي، اجيتك فاجد بنيتك رقية قبل لا تموت وصتني بوصية، سلموني على عودي وخية، ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه. إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله.